الرحمن الرحيم دائما صحيح امتحانات وطنية سنة ثاني بكالوريا مسلك علوم حياة الأرض. وصلنا الآن امتحان وطني سنة 2013 الدورة العادية وبالضبط مع التمرين الأول للفيزياء. قالك يعتبر الطب أحد المجالات الرئيسية التي عرفت تطبيقات للأنشطة الإشعاعية، حيث يوظف عدد من النويدات المشعة لتشخيص الأمراض ومعالجتها، ومن بينها الرينيوم 186-75. الذي تستعمل جرعات منه للتخفيف من آلام الروماتيزم عن طريق الحقن الموضعي. المعطيات أن ثلثة النشاط الإشعاعي للرينيوم لوندا كتساوي لنا 2.2 × 10⁻⁶ s أو لا 0.19 j - أولا تفتت نويضات الرينيوم. أعطي تركيب نواة الرينيوم 186-75. داخل التركيب كيقصدوا لك تعطيهم شحال فيها من بروتون شحال فيها من نوترون. إذا أولا واحد تتكون نواة الرينيوم 186-75 من، إذا هذا اللي لتحت كيعطينا هاد البروتون مباشرة 75 بروتون، وهذا الكبير ناقص الصغير كيعطينا هاد النوترونات. إذا 186-75 كتساوي لنا 186-75 غتجينا 11، هي 111 بروتون، 111 نوترون. ثانيا قالك ينتج عن تفتت نويضات الرينيوم نويضات الأوسميوم أو إس 186-76، إذا أو إس 186-76 هذه نواة النتيجة. اقسم هذا تفتت نويضة الرينيوم وحدد طراز هذا النشاط. إذن ثانيا معادلة تفتت نويضة الرينيوم 186-75. إذن هنا شنو عطاوني؟ عطاوني النواة الأصلية وعطاوني النواة المتولدة. غنكتب المعادلة ديالي، ندير قانون صودي نلقى شكون هي الدقيقة المنبعث، ومن بعد نستنتج نوع النشاط الإشعاعي. إذا الرينيوم 186-75 كتحول عن أو إس 186-76 زائد إكس أ زد، إذا حسب قانوني صودي شنو عندنا؟ 186 كتساوي لنا 186 زائد أ، إذا هادي كتساوي هادي زائد هادي، إذا هنا كنلقاو بأن أ كتساوي صفر، وعندنا 76 كتساوي لنا 76 ديال 75 ديال 175، 75 كتساوي لنا 76 زائد زد. إذا زد خصو يكون هو ناقص واحد، إذا 76 ناقص واحد هي 75. إذا الدقيقة المنبعثة هي، إذا الدقيقة المنبعثة هي الإلكترون زد سالب، إذا هي الإلكترون، إذا حنا كنرمزو اختصارا أو استعارة كنرمزو استعارة أو زيرو موانزا ما بينه، فإن معادلة التفتت هي نعوضو الرينيوم 186-75 تحول عن أو 186-76 زائد أو زيرو موانزا، و إذا النشاط الإشعاعي، إذا النشاط الإشعاعي لنويدات الرينيوم 186 هو بيتا موان، لأن الدقيقة اللي انبعثت هي الإلكترون. ثانيا الحقن الموضعي بالرينيوم، يوجد الدواء المستعمل للحقن على شكل جرعات تحتوي على الرينيوم 186-75، حجم كل واحدة منها بزرو كتساوي 10 ملليلتر. النشاط الإشعاعي للرينيوم الموجود في كل جرعة عند اللحظة التي كتساوي صفر هو أزيرو كتساوي لنا 4.96 بيكرل. إذا كل حجم من الرينيوم، لكل جرعة من الرينيوم الحجم ديالها 10 ملليلتر، النشاط الإشعاعي ديالها هو 4.96 بيكرل. جوج واحد
حدد بالوحدة جوغ قيمة عمر النص تي ان دومي للرينيوم. لا طمي لندا نقدر نلقى تي ان دومي، درت حساب تي ان دومي. نعلم أن تي ان دومي كيساوي ال ان جوج على لندا. إذا تساوينا ال ان جوج على، إذا نقلوا لي هما باليوم، حساب تي ان دومي بالجوغ. إذا ناخذ هذا لندا اللي بالجوغ على 0.19. إذا تساوينا ال ان جوج على 0.19 غتلقاوها 3.65 جوغ. 3.65 جوغ تي ان دومي تيكال 3.65 جوغ. ثانيا قالك اول شيء عند اللحظه تي واحد كتساوي 4.8 جوغ، قيمه ان واحد عدد نويضات الرينيوم موجوده في كل جرعه. اذا الان هما طلبوا لي عدد النويضات واعطيني في المعطيات النشاط الاشعاعي. اذا شنو غندير؟ انا غنمشي بالخطوات، غادي نعرف النشاط الاشعاعي في ذاك اللحظه، لان تسالك لا طوني، لان عندي ا0 نقدر نعرف النشاط الاشعاعي في اي لحظه من بعد. ومن بعد ما نعرف النشاط الاشعاعي ديال العينه غادي نقدر نستنتج عدد النويضات اللي كاين فيها، لان كاين علاقه بين النشاط الاشعاعي ديال العينه وعدد النويضات اللي فيها. هنا تحديد قال لك حدد ده الحساب ان واحد عدد نويضات الرينيوم الموجوده في كل جرعه عند تي واحد كتساوي لنا 4.8 جوغ. هذا عدد النويضات. اذا نعلم ان اذا ال واحد ولا النشاط الاشعاعي العينه في ذاك اللحظه نسميوها ا واحد كيساوي لنا لوندا في ان واحد. هذه علاقه عنه. يعني ان واحد عدد النويضات راه هو واحد على لوندا النشاط الاشعاعي العينه في ذاك اللحظه. اذا النشاط الاشعاعي العينة في لحظة تي واحد غيكون هو واحد على لوندا، إذا أ واحد هي أ0 إكسبونسيمون لوندا في لحظة تي واحد. إذا النشاط عندنا أ النشاط الإشعاعي العينة في أي لحظة، يعني أ واحد كيساوي لنا النشاط ديالها البدئي إكسبونسيمون لوندا تي هي هادي. إذا أ وقلنا غير تطبيق العددي، إذا إن واحد كيساوي لنا واحد على لوندا. إذا ناخدو الآن لوندا بالوحدة العالمية، لان هنا في علاقه ناخذ بالوحده العالميه، لان الوحده لوندا هي 22 22 ولا 2.2 ناقص 6 هي في، اذا ماشي اذا المقلوب ديالها واحد على لوندا، اذا واحد على 2.2 ناقص 6 في ا0 النشاط الإدعينة هو 4.9 اكسبونسيال موان ده هنا تي، تي واحد عطاوها لي هما باش، تي واحد عطاوها لي باليوم. إذا ناخد هاد لوندا بالجوغ موان زا باش يتم اختزال بلا ما نبدا بلاصتي في التحويل. إذا ناقص ده لوندا، علاش ناخدها؟ كان خصني ناخدها بالثانية، سكوند موان زا وغادي ناخدها بالثانية. ولكن هو لوندا عطاوها لي بالجوغ، عندي واحد القيمة ديالها بالجوغ موان زا، وحتى تي واحد عطاوها لي هنا بالجوغ. إذا بغيت ناقص هاديك، إلا خديت تي واحد بالجوغ، ناخد لوندا بالجوغ موان زا هاد، 0.19 في تي واحد هي 4.8. هكا نلقاو ان واحد كيساوي لنا 7.3 عشرة أس 17. جوج ثلاثة قالك إلا نفس اللحظة تي واحد نأخذ من الجرعة ذات الحجم في 0 كتساوي 10 مليلتر حقنة حجمها في، وعدد نويضات الرينيوم فيها هو ان كيساوي لنا 3.65 10 اس 13. ثم نحقن بها المريض مريضا في مفصل الكتف، اوجد قيمه في. ده هنا خداو من ده عندنا الحقنه الحجم ديالها في زون كيساوي 10 مليمتر، نقيم بان عدد النويضات اللي فيها هو ان واحد كيساوي لنا 7.3 10 اس 14. الان خداو منها واحد الحجم في ما حدوهناش، هاد الحجم في عدد النويضات الرينيوم اللي فيه ان كيساوي لنا 3.65 10 اس 13.
إذا نطلبوا ليه يحسب V. تنخدم هنا بالطريقة الثلاثية. إذا هذه بنها V غتساوي لنا هذه فهذه على هذه. نحسبها بالطريقة الثلاثية. إذا حسب القاعدة الثلاثية نجد V كيساوي لنا N V زيرو على N واحد. إذا غتساوي لنا N هي 3.65 × 10 أس 13، V0 هي 10 مللتر على N1 هي 7.3 × 10 أس 14. إذا الحجم اللي غنلقاه هنا غيكون بالمللتر، غيساوي لنا 0.5 مللتر.